وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عبد الرزاق الحطاب عضو مجلس النواب. سعادة النائب أهلا بك معنا في نشرة الثامنة. ما هي أبرز التشريعات والتوصيات التي خرجت بها الندوة النقاشية البرلمانية الخليجية؟ مساكم الله بالخير، مشكورين على المقابلة هذه. لا شك أن يعني السلطة التشريعية بمملكة البحرين نظمت الندوة النقاشية الافتراضية حول التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع 14 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ترأسها معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب. وتأتي هذه الندوة اللي أدارها باقتدار سعادة العضو صباح الدوسري عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين المجالس الخليجية في المجالات التشريعية والرقابية والمالية والدبلوماسية للحد من تداعيات جائحة كورونا 19 وما بعدها على المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد ركزت الندوة الافتراضية على محورين أساسيين، وما دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وانعكاس جائحة كورونا المستجد عليها، ودور السلطة التشريعية خلال الجائحة وما بعدها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التشريع وأيضا الرقابة والدبلوماسية البرلمانية. وقد يعني شهدت الندوة عرض عدد من أوراق العمل في الندوة النقاشية، حيث قدم سعادة العضو صابرين اليماني عضو المجلس الوطني للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ومحدثكم عضو مجلس النواب بمملكة البحرين، ومعالي الدكتور فهد التخيفي عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والسعادة العضو عبد الله الجنيبي عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان، وسعادة السيد ناصر بن سلمان عضو مجلس الشورى بدولة قطر، وعضو مجلس الأمة بدولة الكويت، بجانب عدد المسؤولين في الأمانات العامة بالمجالس التشريعية الخليجية. وأيضا كان هناك ممثلي غرفة التجارة وصناعة البحرين ومسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين. وكما شارك في الندوة أيضا سعادة السيد رشيد المعراج رئيس مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى عدد من المختصين بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون دول الخليج العربية. وفي نهاية الندوة رفعت 21 توصية إلى رؤساء البرلمانات الخليجية للموافقة عليها. نعم سعادة النائب عبد الرزاق الحطاب عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.